شفتوا الوقاحة بتاعت السيسي وصلت لإيه؟ إنه يهين شيخ الأزهر وعلماء الدين في مصر، تمام؟ إن يبقى فيه مؤتمر ديني اللي هو خاص بالمولد النبوي الشريف، تبص تلاقي المفروض السيسي داخل، تمام؟ وهم ثلاثة بس واقفين، هو شيخ الأزهر والرئيس بتاع الأوقاف ده، وزير الأوقاف دوت، المعرض دوت، والمفتي، واقفين ثلاثة جنب بعض، راح جاي معدي من جنبيهم وراح جاي عامل لهم بس كده، راح جاي ايه رامي لهم كده تحية كده، وراحوا جايين ايه عاملين هزين رأسهم ليه؟ ازاي يعمل له كده وازاي ينحني له؟ ده المفروض ده كان يديله بالجزم او ينسحب من المؤتمر ده خالص. ده ما ينفعش يبقى شيخ الازهر اكبر قيمه دينيه اسلاميه في العالم تتهان بالطريقه ديت. دي اهانه، اهانه ليه. ده لان سيسي لما بيروح اي اللي اسمها ايه الكليه الحربيه ولا معرفش كليه الشرطه ولا بتاع، بيقعد يسلم على الناس كلها، تمام؟ انما لما يجي في مؤتمر ديني ويجي شيخ الازهر اكبر قيمه دينيه في العالم، اللي هو لما بيجي يروح، لما شيخ الازهر بيجي يسافر اي دوله في العالم، تبص تلاقي رؤساء الدول الاجنبيه هم اللي بيستقبلوه في المطار، تمام؟ انما يجي الكلب السيسي العميل الصهيوني، الكلب اللي ملوش اي 10,000 لازمه، ده من الراجل المريض نفسي، الراجل اللي مختل عقليا، الراجل ده مجنون مش طبيعي، مش طبيعي. تبص ده بيعمل حركات نسوان، الحركات اللي بيعملها ديت مش حركات واحد رجل دوله ولا رئيس دوله، مفيش الكلام ده كان بيحصل قبل كده. ده تحس ان هو عارفين حركات النسوان، عارف اللي يقول لك المرم مصرم، تمام؟ ولا اللي لما كنا زمان في المدرسه واحنا في ابتدائي كده صغيرين كده، تبص تلاقي ايه لما تيجي بنت تتقمص، تمام؟ من واحده صاحبتها ولا حد في الفصل، تبص تلاقي تقول له ايه كبه، ولا تقول له ايه مش عارف ايه اسم، ده حاجه كده. ده هو سيسي بيعمل كده. صحيح هو بيعمل كده. تبص تلاقي مقموس من شيخ الازهر، فيروح جاي ايه خلاص، راح جاي مش معبره. دي الوساخه بتاعته. كان قبل كده معرفش، كان ايام ما كان سيزفت وزير النقل دوت، الوزير كامل الوزير، تمام؟ خليك واقف يا كامل، اقف يا كامل، خليك واقف يا كامل. فتحس ان الراجل ده والله جاي كده، راجل مختل عقليا، راجل مش طبيعي، راجل عنده عقد نقص، مش عقدة نقص، عقد نقص، وجاي يطلعها دلوقتي على الشعب المصري، تمام؟ بعد ما خرب الدنيا، بعد ما خرب البلد كلها، ولسه عمال بيطلع عقده، تمام؟ يعني حتى مش يرجع شويه، ولا انه يعقل، ولا انه يحاول يبقى جزء شويه محترم، تمام؟ لكن لا، ازاي يعني يجي شيخ الازهر يتهان بالطريقه ديت، تمام؟ وتعرفين ان حتى شيخ الازهر يعني بالرغم ان انا احترم واتفق معاه كل حاجه، ولكن برضو مش هو ده الـ الشخصيه، تمام؟ اللي فعلا يتم لازم كان يترد على السيسي بطريقه تانية غير كده خالص. ده ما ينفعش انه كان ينحني له ويعمل له على صدره كده وبتاع مش عارف. يعني لو كان ايام الشعراوي مثلا، ولا كان ايام الشيخ كشك، ولا كان ايام حد من الناس اللي هم اللي ما بيخافوش دول، ده كانوا فشخوا السيسي، او على الاقل كانوا انسحبوا، اقل حاجه كانوا انسحب من المؤتمر، تمام؟ يعني المفروض الطبيعي رئيس الدولة يدخل مع معين رئيس الدولة، برغم ان السيسي ده جربوع ما يسواش اي 10,000 لازمة، يعني عمره في حياته عمره ما كان يتمنى، يعني كان اقصى طموحاته انه كان لما يطلع على المعاش، وكان شغال في الجيش، يطلع على المعاش يشتغل رئيس مجلس مدينة. دي كانت اقصى طموحاته، عمره ما كان يتخيل انه في يوم من الايام هيبقى رئيس دولة، تمام؟ ولما يبقى رئيس دولة عمال بيهين الكبير قبل الصغير. طب راجل مريض نفسي، راجل مش طبيعي، الراجل ده مجنون، مجنون فعلا مش طبيعي. ده فحتى كقيمه من هو اقصر قيمه؟ هل هو شيخ الازهر ولا رئيس الدوله؟ انا في وجهه نظري شيخ الازهر، تمام؟ وحتى لو اعتبرنا ان رئيس الدوله برضه في نفس المقامه بتاعت شيخ الازهر، تمام؟ يبقى خلاص، يبقى هما الاثنين يدخلوا مع بعض، هما الاثنين راس براس مع بعض، هما الاثنين يقعدوا جنب بعض. ولكن هو لا هيقبل، الكلب السيسي لا هيقبل ان شيخ الازهر يقعد جنبه، ولا يتناقش معاه، ولا يتكلم معاه، ولا بتاع، عامل زي المره المقموصه، ولا اللي مش عارف زي ما بيقولوا المره المصرم، تمام؟ اللي هي المقموصه، اللي هي الكياده، تمام؟ واحد بس عشان شيخ الازهر محترم، مش عايز يجري ورا السيسي في كل حاجه ويخسر دينه، كان على موضوع الطلاق الشفهي يعني حاجات كلام فارغ، كلام شغل لعب عيال، تمام؟ طلق شفهي وبتاع مش عارف ايه، السيسي حاطط مراخيره في كل حاجه، الصغيره قبل الكبيره، عمال بيتكلم في الدين، وعمال بيتكلم في السياسه، وعمال بيتكلم في اقتصاد، وعمال بيتكلم في احوال شخصيه، وعمال بيتكلم في تعليم، وعمال بيتكلم، يخرب بيت امك، انت مال امك ومال كل الكلام ده؟ ما تخليك في اللي انت فيه، خليك في الخراب اللي انت خربته، انت عايز تخرب ايه تاني غير اللي انت خربته في البلد؟ تمام؟ خليك في حاله، مالكش دعوه بالحاجات التانيه، مالكش دعوه بالدين،
ولا لك دعوه بتعليم ولا لك دعوه بحال شخصيه ولا لك دعوه، لكن هو لا عايز يدخل مناخيره في كل حاجه ويخرب كل حاجه. بس حتى الان هو مش قادر يخرب الدين، ولا ان كان الدين في مصر دلوقتي للاسف مش هو ده اللي كنا يعني اللي انا اعرفه تقريبا دلوقتي، ان بيتوزع الخطب على اللي هم ائمه المساجد، خطب الجمعه، وخطب الجمعه قلت مدتها قلت، يعني بيحاولوا يخربوا الدين وبيحاولوا يبوظوا الدين على المصريين، بس ان شاء الله هيفشلوا، ان شاء الله مش هينجحوا في الكلام دوت، وان شاء الله ان شاء الله هيغور في 60 داهيه هو وشويه الزباله اللي حواليه قريب جدا، ومصر تسترد كرامتها. بس كنت اتمنى من شيخ الازهر اللي هو بقى يكون شخصيه اقوى من كده، ويسأر مش لشخصه هو بقى، لا يسأر للكيان اللي هو بيديره، الكيان اللي هو على راسه اللي هو الازهر، اللي هو اعلى منظومه او اعلى منظمه اسلاميه دينيه على مستوى العالم. كنت اتمنى انه يبقى له رد فعل غير كده، لكن للاسف هو ما كانش له رد فعل خالص. فدي حاجة، دي حاجة يعني ما كنتش أتمناها أبدا من كرد فعل من شيخ الأزهر. ف يا جماعة حاولوا، ده كل مرة بقول لكم الكلام دوت، كل يوم زي ما انتم بتشوفوا الأوضاع في مصر عمالة بتزيد، الأوضاع في مصر بتسوء يوم عن يوم، والإهانات بتزيد عن يوم عن يوم، والجبروت الفرعون دوت عمال بيزيد فرعنته يوم عن يوم. ليه؟ لأن ملقاش حد يصده. طيب يا فرعون ايش فرعنك ملقاش حد يصدني؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل مع الكلب السيسي ده، مش لاقي حد يقف قصاده، فبالتالي عمال زايد فيها وطايح فيها في الكبير قبل الصغير، وبيهين الكبير قبل الصغير. يلا نشوفكم فيديو تاني إن شاء الله.